عصر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفن وكلنا في طابور، كله بأعانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. حاجات كتير لو تتشاف هنتوب ونهدى ولا نخاف، انويها ربك هيسويها، خاف منه هيديك اضعاف. صفن وكلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. تعددت الأسباب في السكان مش غلطان، وذنوبنا أشكال والوان، والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب. قطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفنا كلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تكشف جوه. كانت حاطة على راسها طرحة ولابسة نقاب. أيوة فيها إيه يعني؟ ولا هي حاطة طرحة ولا لابسة نقاب، قلعي. لازم تقلع. الله، يعني هتكشف بهدومها؟ هتكشف في أوضة المكتب. إيه ده؟ فين الست اللي كانت هنا؟ دخلت للدكتور. دخلت للدكتور؟ للتكسودة. آه، أسطورة معانا. كملت. ربنا معاك يا توبة يا أخويا. أمال اللي أنا بحس بيه ده يا دكتور إيه؟ عادي يا فندم، مفيش اي حاجه خالص ان شاء الله. مفيش حاجه خالص ازاي بقى؟ ده انا متضرره يا اختي على طول، وطول الوقت حاسه ان انا مغاصه وموجوعه، موجوعه قوي. حضرتك هتمشي على العلاج ده ان شاء الله، وباذن الله هتبقي كويسه جدا ان شاء الله. كده يا اخويا من غير ما تكشف وتشوف؟ ان شاء الله بعد ما تشوفي العلاج ده حضرتك وتعملي التحاليل المطلوبه، نبقى نعمل سونار ساعتها ونبقى نكشف ونشوف. يعني انا هرتاح البيت عادي ان شاء الله؟ والنعم، انا قلت راحتي على ايدك يا دكتور. الشافي هو الله يا فندم. لا مؤاخذه يا حبيبتي، ما انت برضو ست زينا وفاهمه عن ايه وجع ومغص ستاتي. ولا انت يا اختي ما دخلتيش دنيا، ولا رجل بره ورجل جوه؟ نعم نعم الله عليك يا حبيبتي، شكل كده يا اختي لسه ما دخلتيش دنيا، بكره يا اختي تغرزي زينا، ودكتور عمر هو اللي هيريحك. طيب بالاذن، انا بقى انا سامع حاجه بتزن، يكون البتاع ده. البتاع ده يا اختي ولا بيزن ولا بيطلع اي صوت اصلا. ونشوف حضرتك بالاستشاره ان شاء الله. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. هنشوف. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. الباب لبره يا فندم بعد اذنك.
عادل. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. تبنى إلى الله. إنما إيه المفاجأة الجميلة دي؟ أتاري العيادة منورة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. عمر. نعم. إيه البنت اللي كانت قاعدة دي هنا؟ يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا يا حبيبتي. أنت عارفة حبيبتي دي عيادة. والعيادات يعني بتبقى بتلم. أنت عايز تفهمني إن البنت دي مريضة؟ طبعا. دي بشع. حصل. وفولجير. مظبوط طبعا. كده مش عارفة هي. طبعا يا أهلا وسهلا. إحنا مالنا؟ إحنا مالنا؟ ما تسيبك منها وقولي إيه بقى سر المفاجأة الجميلة دي؟ يا أهلا وسهلا. زواج مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. ألف مبروك يا غازي. ألف مبروك. مبروك يا دكتورة. ألف مبروك. مبروك يا دكتورة. جوازة سعيدة إن شاء الله. مبروك يا دكتورة. الله يبارك فيك. وهاج مرتضى. مبروك عليا أجمل عروسة في الدنيا. مبروك علينا إحنا الاثنين. دول زمايلي ولازم ابارك لهم. طب مش كنت تقول لي يا عمر كنت عملت حسابي كده برضو؟ تعملي حسابك في ايه؟ انت زي القمر كده. زي القمر. زي القمر. وبعدين احنا مش هنطول. يلا تعالي. مبروك يا غيث. اتأخرت قوي. معلش الظروف هبقى احكي لك بقى بعدين. مبروك يا اخت صفا. ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ميرسي يا عمر عقبالك. ايه؟ لامار خطيبتي. انت لحقت؟ الف مبروك. الف مبروك. ميرسي. والله بر 114. اتفضل يا عمر. اتفضل. اتفضل. ما كانش ليها لازمه الكلمه دي يا ميرسي. عادي بهزر. وبعدين عمر واخد على كده. صاحبك شبك مع واحدة جديدة في لمح البصر. اتنين محظوظة. أنا عارف بيجيبهم منين. ده ما فيه ماتش. على فكرة اللي قال إن الدوفر ما يطلعش من اللحم هو انطقي. عشان أنا عندي طلع من اللحم. سنك كان عندي ابن واد زي القمر ودمه خفيف. بس اختلفنا سوا. اختلفنا عشان هو بيقول ان انا ضيعت ورثه على الهلس. لكن انا ايه؟ انا ايه؟ انت ايه؟ انا فعلا ضيعت ورثه على الهلس. بس فريدي حتى ضيعته. يوم يتخلى عني ويسيبني. هو انه اللي اغلى؟ ان الفلوس ولا اللابتوب ولا الاب؟ الفلوس طبعا. صدقي ان انت واطيه. مش بجيب لك من الاخر. ايوه من الاخر. كل اول ولو آخر. أنا في الأول ضيعت فلوسه وفي الآخر في الآخر. تفتكري لسه في العمر اللي يخليني استناه؟ خلاص انت يدوبك فرت الكعب وتفلس عنه. قومي يا كلبة قومي. ليه إن شاء الله؟ قلت ايه انا بقى علشان في الاخر اشرب عليه ميه بعد كل وجع الدماغ ده بذكريات حكاياتك؟ تقولي امي بلوشي ايدك على القبيض بقى علشان نبقى نلعب. يا محاسن الصدف اللي مش على البال. هو في ايه؟ تعالي بس امسكي. يا محاسن الصدف اللي مش على البال. ايه الغيبه؟
ممكن اطلب منك بقى طلب؟ امرني بس العين هنا مفتحه قوي مش هعرف. يا بنت ما تبقيش سافله، مش اللي في دماغك. مجاني طوز مني ايه؟ احكي لك حد؟ لا بصي ايدك خليكي قاعده معايا، بس انا ما بحبش الوحده كده. يبقى حاضر. قفشتك يا جميل يا ابو الشقاوه. يا بنت انت جبله، مش بقول لك قومي مش الصبح وانت مصممه، قومي مش طايقه كده. ماشي. ازيك يا انكل حافظ؟ انا هسبقك وانت هتحصلني صح؟ اكيد طبعا. العنوان سهل ما يتوهش، وانت حفظته؟ لا طبعا، قبيلة بني خزاعة، سهل جدا. هسيبك انا بقى. لبار ايه يا عمر؟ ولا حاجة خلاص. انت كنت عايز تقولي حاجة؟ كنت عايز اقول حاجة، كنت عايز اقول لك انك هتوحشي عمر. لو كنت قلقان انت ممكن تفكر تاني، ولو على بابا انا ممكن اقوله اي حاجه مفيش مشكله. يا بنت البخاخه دي، يا بنت خنقت، ارجع فين تاني؟ خلاص ما اتفقت مع الراجل، عايزين نرجع تاني يقول عليا ان انا برجع في كلامي. خلاص اتدبسنا بقى واللي كان كده. ايه ده ايه ده ايه ده اتدبست؟ خفيف كده. اصل انا خايفه من المشاكل قوي. ما تقلقيش، ابوك راجل حكيم وهيعرف يحلها يا رب. تصبح على خير. تصبح على خير كتير كتير. حافظ لما يسعد يجي له مزتين في ليلة واحدة. كمل بقى يا عمو. بلاش عمو دي، قولي لي يا زوزو. يا واد يا تقيل. هي دي. اسمها ايه بقى العروسة؟ اسمها فارة لارا لامار. اسمها لامار، وهيتجوزها. يا صحيح عيلتها مش ولا بد واطيه بعيد عنك، لكن هو نوى، وما دام نوى يبقى هينفذ، وما هي هيتجوزها طبعا. وليه بتقول كده؟ بس انا عارفه، بس بعيد عنك على الله الجوازه تتم. ليه بقى؟ كل ليله فرح تحصل مصيبه. انا قلت له ده اخره المشي الحلال. انت كنت كويس، كنت كويس وماشي معايا اخر حلاوه، والمزز علينا قد كده، انما تقول ايه بقى بيحب. قولي لي اللي وراكي دي اسمها ايه؟ يارا. يارا يا زوزو. ولا واد يا تيلي. هو انت برضو اللدغه في السين؟ لا يا زوزو، يعني اللدغه بتاعتك انت يا جميل. بقولك ايه يا عمو، طالما هيتجوزها يبقى بيحبها مش كده؟ والله مش هو بيقول كده، هو بيقول كده وخلاص. ماشي يا عريس، ابقى قابلني اذا دخلت. وليله الدخله دي لازمها شغل كتير وتفكير واعداد مظبوط، ونسيب التدابير على المولى سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. الراجل مننا اول ما يختلي بمراته. ايوه وبعدين؟ تعبان قوي الاخ راجل. اصل لسه خارج من شهر السجن. سجن؟ اقصد يعني شهر عسل. شهر عسل؟ خارج من شهر عسل وبتسأل في ليلة الدخلة؟ ما هو لسه ما حصلش حاجة يا أبطال، دي كشة مني. كشة منك، قولي ليه بقى؟ ليه؟ أقول لك أنا ليه؟ لأنك أنت البعيد غشيم، غشيم، قولي ليه؟ ليه؟ أقول لك ليه غشيم؟ لأنك فاكرها
ليلة قلع وضلمة، تقوم العروسة تتخض منك وتكش وتتسرع، خصوصا لما يكون العريس شكلك كده. امال انا جاي لك ليه يا ابطال؟ دلني على الصح. صح ايه يا ابني؟ وانا دكتور تجميل. انا اقول لك يا سيدي الصح. الصح في المفتاح. الصح فين؟ في المفتاح. وايه هو المفتاح؟ المفتاح في الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة من الراجل للست تلين الحجر، تلين الحجر وتزيل الحواجز وتساهم، تساهم جامد في النجاح. يا عيني راسي وكلامك كله شفه، اديني في العدد. لف وانا اديلك. بس انا قبطان ليا استفسار صغير. استنى يعني. بقى انت عم المستفسر، شوف الواد ده طلب ايه. حالا ابو جليه اسود، وابو جليه اسود ونضاره اهو، نضاره اهو، خد اتنين شاي وواحد سحلب وست حجره. نزل له كمان حجرين وبعد كده من حقه يستفسر. انت عامل مينيمم شارجة. اتفضل اتفضل. انا يا قبطان عندي استفسار صغير. انا بقالي 5 سنين متجوز، ومن يوم ما اتجوزت مفيش ولا مره حسيت ان هي يعني متفاهمه معايا. مش عارف اعمل ايه يا قبطان. اعمل ايه؟ اجيب لها افلام ثقافيه؟ بطل هبل، معقول الكلام ده؟ برضه حد يعمل كده؟ انا هجيب لك من الاخر. ما تفكرش في نفسك بس وانت معاها، لا فكر فيها هي كمان. شوف ايه اللي بيبسطها، شوف ايه اللي بيسعدها واعمله. ربنا ربنا سبحانه وتعالى من نعمه علينا انه خلق جسم الست حساس. ليه؟ اقول لكم انا ليه. علشان المتعه تبقى مشتركة بينكم. فلو انت فكرت فيها زي ما بتفكر في نفسك هتلاقيها متجاوبة معاك لحد ما تجيب أجلك كمان. طبعا انت جابت أجلك من بدري، من قبل ما ايه. روح قابله يمكن توصل معاه الحل. قابله بتاع ايه بس؟ ولو قابلته هقول له ايه؟ قول له على اللي حصل، وانا متاكده انه هيساعدنا. انا لما قابلته حسيت انه مش وسخ، وعدني انه مش هجيب سيرتها ووفى بوعده. بنتك هي اللي راحت وفضحتنا، واحد غيره كان استغل الموقف. عشان كده بقول لك روح اتفاهم معاه. على فكره يا ربيع هو الوحيد اللي يقدر يخليها تتلم من ناحيتنا شويه. عايزاني اروح اقول له يربي لي بنتي؟ خليك ذكي يا ربيع، قول له البنت مريضه وان احنا غلبنا في علاجها، ولو حاولت تقرب منه يبلغنا واحنا نتصرف. عايزاني اقول له ان بنتي مريضه؟ وهي البنت اللي بتعمله معانا ده طبيعي؟ ما هو طردها قبل كده، عايزاه يعمل معاها ايه تاني؟ قال له يعرف ان في ناس بتساومنا على علاقتها بيه، وانا متاكده انه هيساعدك لانه جدع. شوفي بتعمل معانا ايه؟ ولا كاننا موجودين. مش بقول لك مريضه؟ والنبي لكون مفرقه الشربات على الحته كلها. مش قلت لك يا قبطان خيرها في غيرها واقضيها الناس لبعضيها، والحلو لما يهيس يلعب في القميص. واللي راح راح، واللي جاي احلى من نور الصباح. قسم يا معلم مرجان وهات، ورقص يا بوزه بالزكات. ولا 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 صفت الصعيده بتقول ايه؟ يا حلاوه يا استافندي يا ابن عم البرتقال. حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. يا حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. يا حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. ولا بقص امشي يا ابن. يلا اخويا يلا اخويا كله يقعد مكانه، هات الكرسي يلا. اتفضلي يا معلمه. مالك يا قبطان في ايه؟ أنا في مصيبة كبيرة أوي. مصيبة؟ مصيبة إيه كفل الشر؟ ولا سيد؟ أيوة يا معلم. القهوة مغلقة للتحسينات. يلا يا أخويا مع السلامة يا أخويا. يلا يا حبيبي يلا يا أخويا. يلا يا حبيبي ده هو يلا. يلا عفنا. يلا يا أخويا قاعد ليه يا حبيبي؟ يلا يا حبيبي.
خير يا كابتن. هو الفرح كان يومي تاني؟ انت لسه بتدور على يوم الجمعه الضايع؟ ظهرت بشايره، ظهرت بشايره، وجات لي واحده معاها سي دي ليا وانا وهي واحنا واحنا يعني ايه؟ اوعى تكون صحتك وخدت معاك لقطه بلاتوس سخانه. لقطه ايه؟ بلابوس سخانه. بلابوس؟ ايوه بلابوس اللي هي اللي خدتك وانت بران يعني، يعني وانت ملبوس ومكشوف العوره حاجه زي كده. حلو، القضبان نزل الملعب. ملعب ايه؟ والله العظيم توبنا الى الله، والمصحف على عيني توبنا الى الله، وحياه دمي يسيل زي الميه دي كده. انا مش حمل فضيحه زي كده، خصوصا وانا داخل على دنيا جديده. البت دي اسمها ايه؟ بريزه فكه. ودي مين دي؟ مصيبة جديدة واتحدفت على نافوخي. انت شفت السي دي بعينيك؟ هلس ومسخرة. لو حد من اخواتي البنات يعرفوا حاجة عن الموضوع ده. لا لا هلس ما ينفعش. اديهوني انا اتفرج عليه. اديك ايه تتفرج؟ اتفرج على ايه؟ وانا واخدك الملاهي. اه ده انت معكوك عكة سودة. اه وايه اللي يخليك تروح للي اسمها الامار دي؟ وانا لو كنت اجلت يوم واحد كانت افتكرت ان انا خايف من ابن عمها، خصوصا انها خدت ميعاد من ابوها والراجل قاعد مستنيني. تقوم تروحي الواحات؟ الله ده حب جامد بقى. انا مش في مشوار الواحات دلوقتي. ده ايوه ايه؟ ما انت لو خضعت ليهم هيستغلوا ده ويطبوا عليك كل يوم والتاني ويبتزوك. وده اللي انا قلقان منه. انت عارف انا لو اضمن ان هم ياخدوا الفلوس ويغوروا في 60 داهيه والله العظيم كنت خلصت. على فكرة اللي اسمها عفة سألت عليك ومستحلفة لك. عفة؟ ودي شفتها فين دي كمان؟ إيموي يخيبك سواء أعمى محتاج نظارة أعرف كوباية مش تفتح؟ إلهي ربنا يوعدك بقطر يفرمك ما يعرفوا لموا لحمك من على أي مزلقان. وأنت احترمي نفسك يا ريت، في إيه؟ مدلدقة كده ليه؟ ده أنا. مين؟ سعادة الباشا؟ معلش يا باشا العتب على الناظر اللي ما شافك يجهلك. مقبولة منك يا بت. اسمعي انا عايزك في حكاية كده. امر يا كبير. في عند الليلة دي سهرة خصوصي الخصوصي، كنت محتاج حتة طرية. وانا اجيبهم لك منين دول؟ انا والله لسه ما توبتش علشان اشتغل الشغلانة دي. يا بت انا عندي كتير كتير قوي، بس القعدة ما تحلاش الا بيكي. ترى ما هم كتير كتير قوي في عين العدو. لازمت انا ايه؟ انا عايزك. مزاج امي كده عايزك. هتيجي ولا ربنا يكفينا شر ولا هتيجي يعني؟ بقولك ايه يا باشا، ما تقولي فين والساعه كام وامتى؟ الليله دي الساعه 12 بالليل. ماشي بس اوكي. ايه بس اوكي؟ بس اوكي. ادي المفاتيح لايوب يركب العربيه. عيني It's okay. It's okay. عم أيوب افتح لما يتسمع. الله حكم القوة يا بريزة. الراجل طلعت ايده طايلة قوي، مادة لحد السطح. راجل وسخ ديله نجس وصحيفة سوابقه مليانة لتمة عينها. حقك عليا يا بنتي، أنا والله كنت رايد لك الخير. احنا اللي زينا يا عم ايوب ملوش الحق في اي حته. احنا عاملين زي كلاب السكك، اخرنا نهب في اللي رايح واللي جاي. لو طوبه من ايد عيل صغير تهشنا تخلينا نجري لغايه ما نفسنا ينقطع. ايه ده؟ كلامك غريب قوي النهارده يا غزال. ياه غزال، غزال اتفكت برايز يا عم ايوب. انا نسيت الاسم ده من زمان، يا ريت تنساه انت كمان. انت ناوية تقولي الخلوصي على المشوار اللي انت رايحاه النهارده ده؟ لا هقوله ولا هروح. لا فهميني بقى، انت ناوية على ايه؟ اقول لك يا راجل يا طيب. قول. انا يا عم ايوب استحمل من الدنيا مرمطتها ومن الناس بهدلتها، لكن كله بمزاجي، انما بالغصب ده لا ممكن ابدا. اهو ده الحق اللي لا يمكن استحمله ولا اقبله حتى لو على قطع رقبتي. ايه اقولك بقى؟
تعالي هنا معايا بقى وفهميني ربيع رجائي ايه اللي جابه هنا عندنا. ما انا بقى جايباكي عشان تعرفي وتعرفيني. نعم يا اختي. لا الزره دي فيها حاجه صح؟ ارحمي نفسك بقى يا تينا. هو انت كل حاجه تاخديها على الحامي كده؟ مش جايز تبقى مصلحه؟ وبعدين احنا نكره ان واحد زي ده اصلا يعرف اخوكي. مصلحه ايه ونيله ايه؟ انت يا بنت بتتكلمي في كلام كبير كده ليه؟ دماغك دي رايحه فين؟ دايما تروح شمال شمال بقى ولا يمين مش مهم، المهم المصلحه تتقضي. مصلحه ايه اللي تتقضي؟ انت عاجبك حال اخوكي؟ اخوكي بقى له يومين ما بينامش وعينيه كده فيها حاجه مش طبيعيه. هو قلقان من ايه؟ الله مش عريسه على وش جواز يبقى لازم يقلق. بت ايه انت بترصي كده ليه وبتعملي كده ليه وازاي اصلا تتكلمي في المواضيع دي؟ ها مش احسن ما اتكلم فيها مع حد غريب يا تينا؟ بس وبطلت ادب والله العظيم. خلاص خلاص بهزر بهزر. المهم بقى انزلي اعرفي الراجل ده عايز ايه بس، والنبي تيجي تقولي لي هيكون عايز ايه منين الراجل ده. انا مش عايز اكتر من كده، بنتي الوحيده يا دكتور بخاف عليها قوي، ولو انت ساعدتني في الموضوع ده هعتبره معروف وعمري ما هنساه. هو انت خايف على بنتك ولا خايف من المشاكل اللي هتسببها لك وانت داخل على انتخابات؟ ما تنساش يا دكتور ان المشاكل دي انت جزء منها. انا ماليش اي علاقه بيها، انا حتى لما هي جات لي قبل كده انا عارف انك انت طردتها وانا عارف انها هي بتطردك. عارف؟ طب ما انت عارف جاي عايز مني ايه. في ناس صوروها وهي بتجري وراك في المستشفى وانت بتهرب منها و هي كمان اتصورت على دي شوطها بقى. يعني ايه؟ هو في ناس تانية اتصورت؟ تبنى الى الله. كمل يا ريس. في ناس بيساوموني بفضيحة وخصوصا بعد حكاية اعترافها في القضية بتاعتك. بص يا استاذ، المدام بتاعتك لما جات لي قلت لها انا ما بفضحش حد، ولما بنتك قالت وانت كذبت انا سكت. انا برضو ليا سمعتي وبخاف عليها خصوصا اني هتجوز قريب. وبنتك؟ بنتي مريضه يا دكتور وانا غلبت معاها. عفه مريضه؟ مريضه ازاي؟ واضح ان اعصابها تعبانه وانا صحيت عنها وبشتغل في السياسه والانتخابات واصبحت في وضع صعب قوي السيطره عليه، وعشان كده انا بلجأ لك. انا برضو مش فاهم انا ايه المطلوب مني. يعني عايزك تساعدني اني افلت من الناس اللي بيساوموني بعلاقتها بيك. المرحله دي انا ما اقدرش استحمل اي فضائح، واكيد انت مقدر يا دكتور. انا مقدر يا فندم، بس انا اعرف الناس دي منين؟ انا ما اعرفش حاجه، وطلب يقعدوا لوحدهم سبتهم. اللي نفسي اعرفه هو يعرفه منين اصلا؟ ما هو ده ابو البت اللي اخوكي كان بايت عندها في الليله اياها. انهي الليله دي اللي مش فاكر منها حاجه؟ ايوه هي الليله دي. أما حافظ أرجوك فهمني، اشمعنى يجيله دلوقتي بالذات؟ اشمعنى؟ ما هو عارف إن أخوك ناوي يسافر الواحات، أما حب يجي ويلحق. يلحق إيه؟ هي بنته بايرة ولا هو راجل قليل؟ أصل البت بيني وبينك واقعة في أخوكي ودايبة. حاول ولا قوة إلا بالله. هو كده يا عمر دايما كل جوزة يطلع لك فيها عفريت. عفريت إيه؟ كفاية مشكلة السي دي. إيه؟ سي دي؟ سي دي. سي دي إيه؟ أنت قلت سي دي دلوقتي. أنت اللي قلت. أنت قلت. أنا ما قلت سي دي. إيه؟ عم حافظ سي دي إيه؟ أنا بجيب سيرة سي دي. عليه. لا أنت قلت سي دي. سي دي إيه؟ أيوة صح، أنا قلت سي دي صح. أنا قلت سي دي. سي دي فين اللبن؟ أهو اللبن. سي دي أصل أخوكي كان عنده سي دي مهم جدا مهم جدا وضاع منه وبعدين هو قاعد يدور عليه مش لاقيه بقى. أنا قلت لكم البت دي وشها نحس ما حد صدقني، وادي بشايرها. هيت بقى هيت هيت. وأنا عكيت ولا إيه؟ عكيت. معقول كده من اولها هتسيبني وتقعد لوحدك؟ معلش يا حبيبتي، ما رضيتش بصراحه ازعجك. مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ مخنوق يا صفا، مخنوق قوي.
من اولها اتخنقت مني؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي. اكيد مش منك، مخنوق من ظروف السودا. ظروف تاني يا غازي، ما قلنا نصبر. ما احنا لو صبرنا هما مش هيصبروا. هما؟ هما مين؟ ناس كنت ماضيلهم وصولات ايام حكاية البورصة و... ويطالبوني بيها دلوقتي. وصولات؟ وصولات ايه؟ وليه؟ مش مهم بقى كل ده، مهم انهم هيقدموها للنيابة. نيابة؟ يا خبر، وهتعمل ايه؟ هتسجن طبعا. اساسا بفكر ابيع عربيتي عشان اعرف ادبر اي مبلغ. هو المبلغ كام؟ 300,000 جنيه. ياه. طب اسمع، انا معايا 150,000 في البنك وممكن اتصرف في الباقي. الو، ايوه يا باشا، انا كنت عايزه ابلغ عن شقه مشبوه. ايوه يا باشا، دول عندهم سهره وجايبين نسوان ورجاله واخر مليطه فوق بعضيهم، ده غير بقى الضرب اللي على ودنه. صاحب الشقه اسمه نيازي بيه، اعتبرني يا باشا فعله خير ولا مرشده. اه طبعا، هديلك الميعاد والعنوان كمان. في ايه يا عمر؟ وداخل علي بالطريقه دي ليه؟ توصل بيك الوقاحة انك تتعامل اللي انت بتعمله ده، يبقى دي الطريقة اللي عاملك بيها يا عوني. لا 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 لا، انا لن اسمح انك تخرس خالص يا ديل الكلب. انت بتقول ايه؟ اخرس. حاضر. في ايه يا عمر؟ اتكلم. اسمع يا عوني، انا عدت لك كتير قوي وانت فاهم وانا فاهم، انما ما توصل بيك القذارة انك تروح تساوم راجل على صورة البنت معايا، يبقى انت جبت اخرك يا عوني. اكيد في حاجه غلط. انا كل انت لو ما تلمتش من ناحيتي وشلتني من دماغك، اقسم بالله اقسم بالله يا عوني لكن سجنك. مفهوم؟ ماشي. ده موبايله مقفول، هيكون نيشا اللي صار معاه. هل اعصابك بقت خفيفه ليه؟ الغايب حجته وياه. هو قال لي انه هيجي اليوم ويكون جرى له حاجة. إيه مالك يا أبوي؟ تبص لي كده ليه بس؟ مش مصدق إنك كبرت يا لمار وبقيت تحبي كمان. عارفة يا لمار أنا ليش فخور بيكي؟ ليش يا بوي؟ مش عشان اتعلمتي ودخلتي الجامعة وتوظفتي كمان، لا، عشان لساكي شايلة جواكي بنت الوحاد ومحافظة عليها. هذا وشم جواي مش هيطلع إلا بالدم. ربنا ينور طريقك يا بنتي. الحق يا عم الشيخ عرفان، الحق يا عم الشيخ عرفان، الحق يا عم الشيخ. في ايه يا ولد؟ متعب، متعب زهر في البلد وشكله ناوي على الشر يا عم الشيخ. ايه؟ استر يا رب. انا بصراحه مش عارفه ايه لزوم المشوار اللي انت جايبنا فيه ده، ويعني يا ريت هي كانت تينا. يا حبيبتي تينا، احنا يا دوب رايحين لسه نقرا فاتحه. انا حاسس ان ربنا اخيرا رضي عني وقبل توبتي واكرمني، عشان كده هيكرمني ان شاء الله ان شاء الله بلا مره. مرحب يا عريس.
لكنها مستهلة أعمى واللي على ستر واخدها عبيط عبيط اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط تقل الحساب القديم يا فتح يا عين.